يا منزل الأحباب، لا يا منزل الأحباب، ما لك موحش بزهرتك الأرياح أودت بما تسكو. تعفيت يا رب على حبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل وغد من صحابته جلفي. لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف، وما ورثوها من أبيها وأعلنوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف. فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا، تعثر في الأذيال مثنية العكفي، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها يا رسول الله، ومدت إليه الطاير خاشعة الطرف. أبا حسن يا راسخ الحلم والحجى، إذا يا فرت الأبطال رعبا من الزحف، ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل في الرايا يأتي على الإلف. أرايك تراني ابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسفين، ويلطم عيني عينك ناصب العداوة بالضرب من لي، يستشفي لمن أشتكي إلا إليك، ومن بقي ألوذ وغلي غير بيتك من كهفي. وقد أشعل النيران فيه وأسقط جنيني، فوا غوثاه منهم ووايا لهفي ولي. شلون انهضمت الزهراء وابو الحسن حاميها، عجب يصبر بين الباب تعصرها يا أعاديها. عجب صبرك يا داحي الباب، تدري بالجرى والصار بيتك مهبط الأملاك، وبابك يشب النار. والله عجب
العتاب يا كرار تدرب وكزة المسمار، مسمار بصدر فاطم نبت والويل حل بيها، حين المات ابن عمايك لفوليكم يا ابو الحملات نادوك بعجل دطلع وبايعنا نبيكم مات، طلعت فاطم الدافع ولطموها على الوجنة، طلعت فاطم الدافع ولطموها على الوجنة، لطموها وعصروها عجب صبرك يا واليها، قنفذ يوصل حدودك منك ما اختشوا لها، واعظم حدث يا كرار من دموعنا اجرى يوم البلحب القادوك، عجب ما ساخت الغبرة وطلعت فاطم الدافع وقنفذ والرميده، آه والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفه أمبرني، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله، شجوع ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، والله ضربني ضربني، ومن ضربته للقايا للقايا عذبني، ومحمد أبا يا رسول الله هكذا يصنع بحبيبتك؟ ها وصار يألمها. اسمع اسمع، واحد من الفقهاء شي يقول، قال وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الإلحاد والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض الصفاح يوم ينشر اللواء. بعد فصل يا شيخ أكثر. قال ووكز نعل السيف في متنيها أتى بكل ما أتى عليها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب. بعد خلني أمشي وياك. طلعت الزهرة، اسمع واحد من السادة شو يقول، يقول تاليها الشجان وزاد همي وهيج الغمي، وارخص غالي دموعيه واجرى من الجفن دمي، يوم الصاحة الزهرة خلوا عن ابن عم،
يلا يلا نجي صحي تقرأ وياي الليلة. يوم صاحت الزهراء خلوا عن ابن عم، صاح الرجس بغلامه ولك بالصوت رد لها، يا علي يا علي رد لها ولوعها روعها وهتنادي، لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي، لو خلوا علي الكرار لتيتمون أولادي، تمشي والعصا ويلاه تتلوى على يديها، يا علي يا علي من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل حال، لمن ماتت بغصتها أولي وما يفيد الوال، غسلها علي بيده شيعها ودفنها بليل، ورد بس يجذب الحسرة وهو يتلهف عليها. الله يا علي يا من اللي دخل عليها وهي على فراش مرضها وقد حان حينها، صاحش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجي، بطل البواجن شعب قلبي لا تنوحي، يم الحسن بطل البواجي وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواجي مذوبين، صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، بوداعة الله مسافرة عنك يا بح وحسينا وبنت محمدا، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام، زوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه، بس الله الله عقب مات بهاليتا سكن بواجيهم ونشف دمعه العين، بعد يا زهراء واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوني، طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني، واللي كسروا ضلعيه وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدي. ليش يا زهراء شو اللي صار؟ قل ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي، ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي، بعد على المختار ما نشفى دموعي، طبلي ولا طمني فوق خدي وما حجر العين، قالها الوصي الممدوح في السبع المثاني، انت يا زهراء والنبي انت واركاني، وهسه انهدم يم الحسن ركني الثاني، جدد علي الحزين يا ست النساوي، قعد علي عدها صارت توصيه بوصاياها وهي تصيح، ما صورت لي صورته، يا علي ودعتك الله الأجل حانت مدته، ومرت باربع جرايد وارتفع منها النحيب، حنت كل وحدة البتولة من على ذاك السري، غشت بالثوب من
شافت بجات يم الأمير نادت ما أجمله ما أظن حرمة نالته. أقول مولاي يا علي أنت قاعد عند الزهرة تستمع إلى وصاياها تخفف من آلامها أولادك إلى جانبها، لكن يا علي يا علي يا 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 وينك عن أولادك ليلة الحادي عشر من المحرم؟ وينك عن زينب يوم اللي ما حد وياها يخفف من آلامها؟ وينك عن زينب يوم الصياد تلوت علامة نيها؟ وهي الصيح واقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما عندي غير ايتام تتفرر بدهشة. وشيخ العشير احسن ما حد شال نعش مطروح، وبجنب علي الاكبر جسا انا واصبحت وشبول الهوى شم حولي وقول ومسيت ما لقناع وتستر بالجو. قالها علي السجاد يا عم شجاني حكيش وانا ما اقدر اتحرك من مكاني. صاحت يا نور العين عتب على زمان، هل لي علي الكرار ابوها شلون تنضى؟ وفعلا يوم اللي رجعت زينب الى المدينه واذا هي تصيح بويا يا علي يما يا فاطمه انا لنشر قميص حسين فوق الراس ونعيم وطب الارض المدينه فيض دمعي وصيحا يما يوم سمعتش تصيح انكسر ضلعي سمعت ضلوع تتكسر عاد تتكسر عاد الوطية آه بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها يا الله بزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وصل عليهم أجمعين. من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجة وحوائج المحتاجين المسببون لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.